ده انا واقف جنب اللحظه اللي هتحط فيها رجلك في ارض الوطن. ده انا مخلي الرجاله بتوعي يراقبوا الفيله 25 ساعه في اليوم، يعني 8 ايام في الاسبوع، يعني 32 يوم في الشهر، واكيد طبعا 13 شهر في السنه. حلو. لا حلو. حلوه ايه وزفت ايه؟ انتوا جايبينها هنا عشان تستظرفوا؟ لا كل اللي مراتي قالوا احسن لكم يا عم. بس أقول... بقى بلا عم بلا بتاع، كل ما بتقول حاجه راجل بيضربنا انا. لو سمحت يا جماعه اضربوني انا. لا معاذ الله دكتور، احنا ما بنهنش راجل، كرعون لا عنف. الدكتور مش حمل بهدله اهو المدام، الدكتور جاي هنا عشان يعمل مهمه معينه، لما ينفذها صح اهل الوسائل، لما نفذهاش يبقى سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا مؤاخذه يا معلم، واضح ان في لبس في الموضوع. لا ولا لبس ولا حاجه، انت شكلك ما تعرفنيش، انا المعلم شامت الحناين. هو الدكروري ما حكلكش عليا ولا ايه؟ انا ما اعرفش مين دكروري، وعمري ما سمعت عن المعلم شقه الحناين. شامت يا عم شامت. هو حضرتك متعصب كده ليه؟ على فكره شقه ألذ كرعون. وكتاب اللي احنا نصابين يا معلم، ودخلنا الفيلا على ان الدكتور واخته عشان نعرف نبيعها، وغلاوه الكرعون عندك لا تصدقنا. لا لف لا دوران كرعون، هات البطايق. احنا متاكدين ان انت الدكتور. وريك كده البطايق دي مزيفه، والست دي هي اللي مزوراها. انت بترشد عني وترشد عني يا معفن. هو احنا في اسم الخليفه ده هيقتلنا؟ معنى ايه الكلام ده؟ لا ما هو بص، ما هو لو حتى انت مش الدكتور وجيت هنا وعرفت سرنا، انت والمدام برضه هتموتوا. لا يموت يا معلم، انا الدكتور جابر طبعا. ايه وانا تفيده حضرتك، ومن ايدك دي لايدك دي. اه يبقى كده لا كدب ولا لف ودوران، واهلا بالحب والسلام. بص يا دكتور من الاخر كده.